أنا خضر عباس من العراق، جئت لإجراء عملية زرع دعامة في مستشفى ماجيكال كلينيك، وقد أجريت لي العملية بزرع دعامة أمريكية الصنع IMS، وأعطوني ضمان بها. طبعا هذا هو الضمان للدعامة الأمريكية، حصلت عليه مباشرة بعد العملية. وطبعا أجريت العملية في مستشفى 7 نجوم، وكانت الخدمات جدا رائعة. تم إجراء العملية من قبل في المستشفى من قبل البروفيسور، وهو الأفضل في تركيا. شكرا لماجيكال كلينيك على الخدمات اللي قدموها. سبب اختياري للدعامة IMS لأنه هي الأفضل. أنصح الناس اللي يريدون زراعة دعامة فمراجعة مستشفى ماجيكال كلينيك.